خوت السلام عليكم، كلشي مزيان؟ اش تعاودوا كلشي بخير؟ اليوم الخوت كنت واجد في السوق ينزقان كما كتشوفوا، السلعه قليله والمليحه شي بركه. هانتوما كاين شي خرفان بدارج جبتو معنا اليوم، جناهم معنا. ها هما الخوتة، قلنا على الله قالوا 23 18 خروفية، قلنا بدرية مليحة. على السوق كاين شي نعجره هي ضاره، هي مدروسه له 11 نعجه كامله ضاره، والفم الشباب 4 عياس سداسيه. ونطلبوا من الله الله ييسر. كاين شي ضرة الحاج؟ ها لا تعذب راسك شي حاجة ولا هو لك شي حاجة، ديري داك الجنين نهضر معاك. وهاد الرباعيات هذا راه كيصورها كيصيفطها بيصيفطها عند فهمت؟ ها ان شاء الله. شوف غير تبارك الله كيدير. ها ها ما كاين غد كنار. ها هي الخوت شغل مليحة ضرة. شحال السي كمال؟ اوفا كنقولو 28 ضرة كاملة ضرة هذيك. الله يسخر ودي كامل. ها الفم راه باين، الفميات اللي كنا سداسية ورباعية فيها شي حاجة سداسيات، وفيها أكثرية فيها رباعيات. أخويا كاع شو هادو رباعيات هادو؟ فين الراجل وريني؟ شو هادو رباعيات هادو؟ هادي نيت راهي رباعيات. هادي الخوت دازت ب 24 باش تباعت، بعنا خويا الخوت ب 24 باش بنا بحال 60 على. الله يسخر مولاه. ترى غالية تمر راه كاينة شي معرة الثمن فيهم حنطم بحال شي شادية في المبحث قنابل. البركه شحال اسمعي؟ وكنقولوا فيها 24. الله يسخر ودي اسمعي. الله يجيب مولاه. مولاه باقي لها اجمل. الله يجيب شرف من يشطر. وضرب على الخلفان ملاح. خالد اش تقول هنا؟ فات ربعة. ايه ويكسبهم. الله يسخر ودي خالد. كتسك؟ أنا من فيديو. هذا شحال طلع عبد الله فين؟ كنقول 25. وهاد الآخرين؟ كنقول 26.